اهلا بكم مره تانية. في مثل بيقول لك لحمك تفنى من خيره. انا اعتقد انه جيل كبير, جيل الثمانينات تحديدا, اللي هم كبروا بقوا رجاله في الثلاثينات من عمرهم دلوقتي والعشرينات دلوقتي, دول لحم عقولهم من خير الم الدكتور احمد خالد توفيق. مين مننا ما كانش بياخد ملف المستقبل ويحطه بين الكتب ويقعد يقرا, او سلسله ما وراء الطبيعه؟ مين مننا ما بيجريش ورا روايات الدكتور احمد خالد توفيق ومقالاته؟ مين مننا عقوله او عقله العلمي والتفكيري ما كبرش الا بالمنهج اللي موجود فيه روايات وادب الدكتور احمد خالد توفيق؟ لاول مره من فتره طويله جدا هو شرفنا وموجود معانا في الاستوديو, اما نسترجع معاه بعض من اللي حصل زمان وازاي اختفت كتب ما وراء الجيب, او نفتح معاه ملف المستقبل. شرفنا منورنا يا دكتور. ده شرف ليا. شرف كبير لينا والله. ربنا يخليك. طيب بما انه حضرتك دكتور احمد خالد توفيق, انا لازم ابدا معاك بدايه غير كل الناس. عاوز اخد من واقع. طب ممكن ابدا بدايه الاول؟ طب يا سلام. ان انت اخويا الصغير. طيب تمام. وابني وزميلي من ايام التحرير. ربنا يخليك يا دكتور. ففعلا يعني انا بعتذر غالبا عن اللقاءات التلفزيونيه. عارف. مش بحب الظهور قوي. واحنا ضغطنا عليك كتير. بس كونك لا انت مجرد ما طلبت انا جيت. ربنا يخليك. دعاني لبيته. تسلم مننا يا رب. ده شرف ليا. من واقع الادب بتاع الدكتور احمد خالد توفيق, من منطق ادب الرعب, لو الامر اكتمل في مصر, كم واحد في البلد دي من سياسيين وشخصياته العامه ممكن يتحول لمستأذب, ذئب, شره, يفترس الناس ويفترس العامه؟ بص انا هقول لك برضه في السياسه انا غالبا ارائي بتطلع غلط. ها؟ غالبا انا فعلا مش معتبر نفسي مفكر سياسي, انا انطباعي. بس انا شايف ان كله تحول لذئاب. حاليا في مرحله استذئاب دي مؤكده عامه. يعني انا شايف ذئاب بتتصارع بالظبط كده, والمتظاهرين بالثورجيه والمتظاهرين بالوطنيه وكده بيتغيروا جامد, في ناس اتغيرت كتير قوي. فانا داخل في مرحله اكتئاب شديد يعني بسبب حاله الاتجار بالثوره وحاله الاتجار بالوطن. بالظبط كده. وانتوا لسه عارضين دلوقتي تقرير عن التناقضات, الحقيقه هزني قوي. يعني تقرير معمول ببراعه, إن بيظهر بوضوح قوي, لان احنا ذاكرتنا ضعيفه, بننسى كل واحد قال ايه. يعني في اللي ايد ثوره يناير بعنف وعين شتمها بعنف, وفي يعني كل حاجه اتغيرت. يعني هو برضو السلطه غيرت حاجات كتير. فاحنا فعلا ظاهره استذئاب عام. في ظاهره استذئاب عام بالظبط كده. طيب من منطق ادب مسخ الذئاب, من منطق بقى ادب الخيال العلمي, لو اخترعنا دلوقتي آلة الزمن, تحب مصر تروح فين؟ بأني زمن فين؟ تحب تروح بيها في مصر فين؟ لا اصل انا كنت, انا خد بالك ان انا ناصري. ميولي ناصريه جدا وتوجهاتي ناصريه. فطبعا انا كنت اتمنى ان انا اعيش في الفتره دي, الحقبه اللي هي بتاعت الستينات وما ادراك ما الستينات. بالظبط كده, اللي هو اموت يوم 4 يونيو 67, ده كان يبقى شيء جميل. الستينات وما ادراك ما الستينات. انا يعني هو برضو القصه بتتحكي من كذا وجهه نظر. لكن يعني انت عندك معدلات نمو ايه؟ معدلات تعليم ايه؟ صحه ايه؟ اسكان ايه؟ بعثات خارجيه؟ يعني احنا دلوقتي احنا بيجي لنا طلبه ماليزيين في الكليه. الطلبه الماليزيين دول كلهم جايين عشان مصر ايه المناره الاسلاميه اللي اهلهم اتعلموا فيها لما كانوا في الستينات. فانا بصراحه انا شايف اننا كان التجربه بس فلتت مننا, يعني هي فلتت, لكن احنا كنا ماشيين, انا شايف ان كنا ماشيين في طريق صح. طب بمناسبه الستينات, احنا معانا على الهواء دلوقتي مباشر من الاقصر زياره الرئيس السيسي والرئيس الصيني الى الاقصر. شايف التقارب المصري الصيني ازاي؟ بما انه برضه الستينات. لا هو انا ما اقدرش برضه ادي لك خلفيه على الموضوع, يعني برضه ايه زي ما بقول لك ان انا افضل ان انا نخلينا في السياسه اكتر, في الادب اكتر. يعني بقول لك انا مش متحدث سياسي. طول عمري بكره اللي يتحدث في حاجه مش في تخصصه, يعني سواء مثلا فاهم كلامي في السياسه انطباعي اساسا, فطبعا ما يبناش عليه حاجه. واحد من اكتر ابطالك اللي موجود في كتبك هو هن شوكان, بطل صيني. وحضرتك بتحبه جدا. تبت وحضرتك بتحبه جدا, وفي مشكله بين التبت والصين, وحضرتك بتحبه جدا وعدد كبير جدا من القراء كانوا بيحبوه. هل شايف انه تقارب الحضارتين دلوقتي, الحضاره الصينيه والحضاره المصريه, وشايف انه حاله التقارب السياسي والاقتصادي ليها دلاله معينه حضرتك شايفها بعيد عن السياسه؟ يعني حتى يعني اصل موقف عابر لسه, ما نقدرش فاهم تداعيات لسه ما بنتش, ما تقدرش تحكم على الوضع دلوقتي. يعني انت فاهم يعني ده خبر عابر لسه تداعياته هتحصل, ما اقدرش احكم طبعا دلوقتي خالص. طيب هرجع تاني لعبد الناصر. بتزعل بس انا زي ما بقول لك ان انا ايه مش افضل من يتكلم في السياسه, يبقى انت اخترت الشخص الغلط.
ده هروب دبلوماسي. لا مش هروب دبلوماسي، ما عنديش خلفيه في الموضوع يعني، ما اعرفش معطيات الزياره، اديني معطيات الزياره ادي لك نتائج. طب هرجع معاك برضه عبد الناصر، بتزعل لما بتلاقي حاله المحاكمه الدايمه طول وقت عبد الناصر مع كل ذكرى ثوره، وتلاقي في شتيمه والديكتاتور والقمعي واللي كان بيعذب الناس ومحاولات الاخوان تحديدا لتشويه طول الوقت؟ طبعا بزعل بشده يعني. انا لا اعتقد انه كان بهذا السوء يعني. هو بص عبد الناصر في ايرور، في غلطه مهمه انه ارسى حكايه الايه الحكم العسكري ماشي يعني. هو بقى العسكري اللي بيصحى الصبح بيمسك مصر، ده تم توارثها يعني، بقى مصر لا يحكمها الا العسكري. لكن في الوقت نفسه انا شايف ان كان راجل نبيل وشريف نظيف اليد ومنحاز للفقراء. طبعا انا طول عمري بتهاجم بالراي ده واخد بالك، بس يعني انا شايف ان الراجل تم تمزيقه بعنف، واستمرار تمزيقه المستمر ده بيدل ان تجربته ناجحه جدا. فلدرجه يعني وصل اتهام بالزنا يعني، في ناس اتهمونا يقول لك انا على علاقه بممرضه ومش عارف ايه، هو بيعمل ازاي ده؟ شوف التشويه وصل لايه؟ صحيح. طب هو العلاقه كانت قبل ازاي ده وهو بيتالم، ولا اثناء ازاي ده هو متخدر، ولا بعد ازاي ده هو مخيط الجرح؟ التشويه بقى لص مش عارف ايه. اما تقعد تقرا بقى فيه، لا ده راجل نظيف اليد، ده مات مديون. تطلعاته كبيره جدا ومهمه جدا. فكونك تهاجم ده، هذا البطل، هذا الرمز، الحقيقه مش بحس انه بيقطع حته مني، بيعور جزء مني. تمام. طب من منطق برضو ادب الخيال العلمي، لو حضرتك في معمل كيمياء دلوقتي، معمل وهتعمل تجربه علشان تضيف حاجه او تغير حاجه في جينات المصريين، هتغير ايه او هتضيف ايه؟ هشيل جين التعصب وهزود جين العلم. بالظبط كده. يعني شايف ان مشكلتنا في التعليم والجهل نقص العلم والتعصب، احنا متعصبين قوي. لا في الكليه حضرتك بتحس ان الطالب دلوقتي نفس الطالب بتاع زمان وانت بتدرس الطالب؟ ما بشوفوش. طبعا الكورسات والمجاميع وكده، بس يعني احنا كنا اكثر ارتباطا بالكليه في وقتين حقيقي يعني. التعصب بقى حضرتك تقصد التعصب ديني؟ كل حاجه. النظام لازم يعني تعصب دين، مسلم ومسيحي. اذا كان مسلم فما بين شيعي وسني، اذا كان احنا بنوصل لاهلاوي وزملكاوي وطويل وقصير وطويل وقصير كل حاجه. طب شايف خناقه سيب ونسيب بتاعت 25 يناير و30 يونيو دي والناس اللي بتعملها ازاي؟ يعني اصل احنا المشكله اننا اتقسمنا في شرخ جامد حصل، مش عارف هيلتئم ازاي يعني. ده عشان كده انا برضو من الناس اللي مؤمنه بالجيش جدا يعني. انا يعني لاحظت ان في فتره من الفترات كان فيها هجوم على الجيش، مش هجوم على المجلس العسكري، لا كان في انتقاد للجيش نفسه. انا شايف الجيش شعب متعصب، وبينه الخلافات الفظيعه اللي بينهم من بعض دي. البيت نفسه كذا فرط، البيت نفسه فيه كذا راي ومتصارعين. فانا شايف ان الجيش مهم جدا، هو القبضه اللي ماسكه كل ده يعني. اللي حصل في العراق ان الجيش وقع فتفككت مصر خالص. فهو طبعا احنا دلوقتي احنا في وضع شديد، ده وضع حتى من الجيش يبقى اقوى مش الجيش يبقى اضعف. طب لما يجي الهجوم على الجيش ده من سياسيين وناس بيتكلموا على الوطن ويوصل لناس في الشوارع، حضرتك شايف ده تاثيره ايه؟ يعني هل ده ممكن ياثر على الجيش المصري؟ لا اصل هو الجيش معنا، انا شايف ان الجيش معنا زي مصر يعني، لا ينبغي مهاجمته باي شكل. عشان كده حتى كان ايام المجلس العسكري كان الهجوم دايما ايه، في ناس بتهاجم الجيش. يعني لقيت انه كانت في صوره ملزوقه على كل الاتوبيسات اللي هي جندي شايل طفله، لقيتها اتقطعت، الناس قطعوها من على الاتوبيسات. مش فاهم بتزعلهم في ايه دي يعني. انا لقيتني بتشتم ان مثلا مقال مش مكتوب فيه هجوم على الجيش، ان انا اكتب مقال فيهوش هجوم على الجيش. فانا حصل فيه خلاف في فتره طويله جدا يعني ما بيني وبين الشباب كمان، لان انا كنت شايف ان المليونات كتير. الثوره والطول الوقت يعني شايف انهم بيستهلكوا قوه الثوره مع الوقت، بحيث ان ايه حتى المواطن العادي بيزهق منها. فانا قالوا لي طبعا قال الحزب الكنبه وانت ضد الثوره ومش عارف ايه، لا انا كنت بحافظ عليه، انا كان نفسي ان انا احافظ عليه. الشروخ ابتدت تزيد، الشروخ ابتدت تزيد وبتزداد عمقا، مش عارف هتلتئم ازاي بصراحه فعلا يعني. ما فيش عند حضرتك تصور حل شايفه قريب؟ مشروع عام بقى وكده، لكن انا مش عارف فعلا، مش قادر اتصور. طب هي مش شايف مش شايف في الافق القريب حاجه. هي ناس كانت مستعجله يعني، طبيعي جدا حصل ثوره وبيتبني نظام مكان نظام، او بيتم استعداد حال بلد من اول وجديد. هل طبيعي انه كان كتير جدا من السياسيين حتى من بعض الكتاب والمفكرين يطلعوا يقولوا للناس الجنه هتظهر في مصر بكره بمجرد ما مبارك يمشي؟ لا ما بس احنا يعني احنا خدعنا طبعا. انا من الناس اللي كنا فاكرين كده عن نفسي. عشان كده بقول لك ان انا ايه، مش ما بقتش بثق في اراء السياسيه يعني الحقيقه. يعني انا كنت فاكر ان خلاص بقى النهايه السعيده بتاعت الفيلم واخد بالك يعني. انا كنت شايف ان 11 فبراير خلاص النهايه السعيده، لقد فاكر الصيحه الفرحانه بتاعت
عصام شوالي نوارة، لا نوارة نوارة نجم، لما مفيش خوف تاني مفيش كلنا كنا فاكرين كده، خد بالك. فالحياة اتصدمنا يعني، ممكن ما كناش فاهمين الوضع كويس. طيب حضرتك كلمت عن الشباب دلوقتي واللي حصل بينك وبينهم، في تقرير احنا عملناه مع الشباب هم عاوزين يقول حضرتك حاجات كتير جدا، هنشوفه ونرجع تاني. منذ العام 1992 عندما بدأ الطبيب الشاب الدكتور أحمد خالد توفيق كتابة سلاسل الرعب والفانتازيا عبر المؤسسة العربية الحديثة، ولم يعد شيء في محله في عالم الكتابة والقراءة. فالكاتب ذو 30 عاما في ذلك الوقت ربما لم يكن يدري أن عشرات بل مئات الآلاف من المراهقين والشباب المصريين سيلتهمون مؤلفاته بنهم لا ينكر، وأنه سيتحول مع الوقت إلى الرجل الذي يلقبه جيل كامل من شباب مصر بالعراب أو الأب الروحي. بدأ خالد توفيق رحلته مع كتابة أدب الرعب في مقتبل التسعينيات، أخرج المذؤوبين من أوكارهم ومصاص الدماء من توابيتهم، واستدعى تعاويذ الشمال الأوروبي من قلاعها الحصينة، وكانت المفارقة أن حققت كتاباته رواجا هائلا وسط الشباب. تطورت ظاهرة توفيق إلى حد أضحى، توفيق ظاهرة في حد ذاته ينسب إليه من بعده ويقاس عليه من قبله، ويحبه جيل كامل من الشباب اعتبروه الآخذ بأيديهم لدروب المعرفة والمتعة في الوقت الذي أهملتهم فيه الدولة وزجرهم المجتمع عن أبوابه. دكتور أحمد خالد توفيق عرفني نص الحاجات اللي أنا أعرفها، وشاور لي على السكة اللي أعرف منها النص التاني، وأول مرة قريت له فيها كانت من 17 سنة كده ولا حاجة، وكانت أسطورة النصف الآخر، لا كانت التوأمان، وكانت الجزء التاني للنصف الآخر، وما كنتش فاهمة الأحداث بس كنت منبهرة جدا، وكنت كل صفحتين كده ولا حاجة أقفل الكتاب وأبص لصورة المؤلف وأقعد يعني أسأله أنت إزاي عرفت الحاجات دي يعني. كان وقتها ما كنتش عارفة أفصل بين رفعت إسماعيل وبين دكتور أحمد لأني كنت صغيرة فعلا، وبعدين ابتديت بقى افهم ان ده شخصيه خياليه وان ده المؤلف اللي اخترعه يعني. وبعدين لما النت ده دخل حياتنا وبتاع، كنت يعني كان هو النجم بتاعي، وكنت بسيب صوره على الموبايل، هو اللي عرفني تقريبا كل حاجه يعني. هو اهم حاجه عرفها لي ان انا اقبل ان انا شخص عادي، انا مش بطل خارق ومش لازم اكون بطل خارق، وانا عادي وكويسه وانا شخص عادي يعني. ولدرجة بدا العالم معها فسطاطين، فسطاط الذين يجهلون الرجل وفسطاط الذين يحبونه لدرجة الوله والتيم والشعور بالبنوة تجاهه. الناس بالنسبة لي يا إما بيقروا له يا إما مش بيقروا له، هيفهموا اللي أنا بقوله، وما حدش خالص كان بيفهم يعني إيه أبص لحد وأقوله للأبد. واحدة صاحبتي مثلا خلاص إحنا المقابلة انتهت فهي ماشية، فأنا أقول لها للأبد فهي ترد عليا تقول لي وحتى تحترق النجوم. محدش كان بيفهم ده غيرهم، غير الناس اللي بيقروا الدكتور أحمد. اكتر جمله عشت طول حياتي وانا سامعاها جمله جعله فانجعل، وفضلت طول الوقت مش عايزه ابقى جعله فانجعل. اول مره وقع في ايدي عدد لدكتور احمد خالد توفيق تقريبا ما كنتش اعرف ان في حاجه بتتكتب بالمنظر ده، كانت كل الشخصيات او في السن اللي انا بدات اقرا فيه يعني شخصيات نقدر نقول عليها ان هي 2 دي، البطل الخارق اللي بينط في الهواء وبيطير في السماء وبيعمل كل حاجه، لكن شخصيات دكتور احمد خالد توفيق اقرب لقلبنا، اقرب لينا احنا يعني، شخص عادي جدا ما فيش حاجه بتميزه الا التفكير المنطقي، تقريبا ما عندوش اي مميزات غير عقله، وكان بيقدر يعمل حاجه، وده خلانا يعني نحس ان احنا نقدر نعمل حاجات كتير. كانت البدايه تقريبا من حوالي 20 سنه تقريبا، كنت في اولى اعدادي، من اللحظة دي تقريبا مفيش حرف كتبه دكتور أحمد إلا وقريته. من الحاجات اللي أنا مقتنع بيها تماما ومتأكد منها إن الرواية الأفضل لدكتور أحمد خالد توفيق لسه ما اتكتبتش، هو كتب يوتوبيا، كتب بعدها سينجا، وآخر حاجة كانت مثل إيكاروس، بس أنا أعتقد إن التطور اللي إحنا بنشوفه في أسلوب السرد وفي بناء الرواية وفي كل اللي إحنا بنشوفه دوت، أعتقد إن الدكتور أحمد في حاجة لسه كبيرة لسه جايه يعني. الروايه الافضل في تاريخ احمد خالد توفيق اللي هنقدر نفتكرها والاجيال اللي جايه كمان هتفضل عارفاها وتفتكرها وتقراها لسه ما اتكتبتش. احنا الناس اللي بتقرا لاحمد خالد توفيق، انا كنت عارفه من زمان ان احنا لينا كوميونتي خاص بينا وبنتصرف بطريقه معينه وبنتكلم بطريقه معينه، بس سعادتي دي زادت اكتر بقى لما من يومين شفت في صفحه على الفيسبوك معموله اسمها احمد خالد توفيق ساركازم سوسايتي،
الصفحة دي لما شفتها اكتشفت ان في ناس كتير جدا عمالة تسأل الناس دي بتضحك على ايه والإفيهات دول بيتكلموا في ايه، فعرفت ان احنا فعلا مجتمع ليه خصوصية جامدة. ده طلع جيل كده كامل اللي هو مقتنع ان مش لازم ابقى هيرو وبطل، عندي عضلات عندي امكانيات قوية عشان خاطر ان انا اكون بطل، انا ممكن اكون بطل بالسخرية حتى من نفسي. ده الكوميونتي اللي عمله لينا دكتور احمد خالد توفيق. يمكن اكتر جمله اللي بيقولها كتير بتضحكني طبعا، بس اكتر جمله بقولها لاني بتخيلها يعني بشوفها تماما، لما يكون رايح حته مستعجل او مبسوط فيقول وطرت كالعصفور لو كان هناك عصفور اصلع. فمجرد ما بسمع الجمله دي انا بشوف عصفور اصلع فعلا، فده بيضحكني جدا. احمد خالد توفيق، يعني انا مش عارف هو عارف ان احنا مسمينه العراب ولا لا، بس احنا مسمينه العراب. احمد خالد توفيق يعني اول تجربه ليا معاه كان طبعا ما وراء الطبيعه. ما وراء الطبيعه طبعا اول ما الواحد اشتراها عشان خاطر البوستر بتاعه عجبه، كان لسه في اعدادي وكتاب صغير، وكان دهشني جدا ان هو كاتب اسمه ثلاثي، تحس ان هو كاتب تيكت على كشكول احمد خالد توفيق. بعد كده اقنعت نفسي ان هو اسمه مركب. يعني اول اسطوره قريتها كانت اسطوره مصاص الدماء، ومن ساعتها وانا ادمنت احمد خالد توفيق وادمنت رفعت اسماعيل. يعني ما تعرفش ازاي اصلا، يعني رفعت اسماعيل ده شخصيه سوداويه جدا ويصدمك بواقع انت اصلا مش هتشوفه الا بعد 30 سنه من دلوقتي، لكن رغم كده كان ابن نكته، وكان كل طول ما انت بتقرا له انت مبتسم ومبسوط باللي انت شايفه. ما تسيبناش نتفلت في الماء وحيدا كالحنكليس. بمناسبه موضوع الحنكليس، انا اول ما قلت لمامتي ايه الحنكليس ده، ماما قالت لي الحنكليس يا ريت تستخدم حاجات مبسطه شويه للاطفال، مش كده يا دكتور؟ وقاعدين مع بعض كده وواحد مثلا يعمل حاجه شيطانيه كده نقول له ان لوسيفر مثلا والحق يقال لراد، ما حدش بيفهم اي حاجه من الكلام طبعا غير واحنا قاعدين مع بعض. احمد خالد توفيق خلى بينا يعني شفره كده بنتكلم بيها سوا، ما حدش بيفهمنا غير اخوه اسطوره ما وراء الطبيعه، اساطير ما وراء الطبيعه مثلا. ايه رايك في اللي قالوه؟ بخلاف ان الدكتور كان قاعد بيضحك طول الوقت يا جماعه، طول التقريب بيضحك طول الوقت. ايه رايك في اللي قالوه؟ منبهر وممتن. عالم احمد خالد توفيق. اصل هو عالم تشكل، انت لو دخلت دلوقتي هتحس انك مش فاهم حاجه. لانه عالم ايه؟ عمليه تراكميه تكونت على مدى 20 سنه. فهي زي علاقه حميمه بين اثنين بحيث بقوا عارفين طبعا مجرد ماده تلميح بيعجبهم او بيفهموا. فطبعا انا ممنون له، لان هم دول اللي عملوني الشباب دول. يعني هو الفكره كمان اللي بدات معاهم صغيرين، دلوقتي بقى فيهم بقى المهندس، الطبيب، رئيس تحرير، شبكه كبيره من او جيل كامل تقريبا. ايه انا بالنسبه لهم زي المدرس، بيحملوا له ايه التقدير، مع ان في الوقت نفسه ايه يعني مدرس الفيزياء اللي كان بيديني في سنه، انا مثلا ممكن اطلع اخد دكتوراه بقى من برينستون او كده وخلاص اعرف احسن منه مليون مره، في منهم احسن مني بكتير وعارفين اكتر مني، لكن في الوقت نفسه ايه بيحملوا لي التقدير القديم. طيب دلوقتي في كل كلامهم وفي كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه مع شباب قبل كده، واضح انك عملت حاجه ما حدش بيقدر يعملها، اللي هي انك كسرت اسطوره سوبرمان وسبايدر مان، هذا البطل الخارق واللي اتكسر فيه قلوب الناس دي، وان كل واحد جواه بطل هو بعقله بعلمه. دلوقتي بقى ولادنا الصغيرين كلهم اللي طالعين مش شايفين في الدنيا غير سبايدر مان، شايف حالهم ازاي؟ وفكره ازاي يعني نقتل فكره هذا البطل الخارق؟ بس هاخد الاجابه من حضرتك بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه، لسه مكملين مع العراب الدكتور احمد خالد توفيق. قبل الفاصل في التقرير الشباب كان بيقول حضرتك ان هم متشكرين جدا انك علمتهم في ادبك ورواياتك انه مش لازم تكون بطل خارق، مش لازم تكون هيرو علشان تعيش وتكسب، علمتهم ان العلم والمنهج في التفكير هو السبيل اللي يخلي كل واحد بطل لنفسه. سؤالي دلوقتي، اذا كان ده جيل نجا ولقى حد يكتب له وكان بياخد معاه الكتاب بتاع الجيب للمدرسه، الجيل بقى الصغير اللي موجود دلوقتي اللي ما فيش اي مشروع لا قراءه للجميع ولا حتى مكتبه اسره ولا حتى دكتور احمد خالد توفيق صغنن ولا اي حاجه في الدنيا، وعايشين بقى مع سبايدر مان وسوبر مان والكلام ده، هل أنا عليهم؟ هو بس انا حابب اوضح نقطه، النقطه الاولى ان احمد خالد توفيق مش اسمه ثلاثي، عشان هو اعترض على التكت. اصل لو شلته كده، لو شلته دي معلومه لكل محمد خالد توفيق، ده اسم ثنائي
دي اول نقطه. تاني نقطه اللي انا عايز اقولها ان مش اول واحد يقدم البطل اللي هو الضعيف او مش مطلق البطوله، لا يعني احنا شفنا هيركيول بوارو، شفنا واحد مدهول زي كولومبو تقريبا ما عندوش امكانيات غير العقل بتاعه، فانا وصلت النغمه دي. بس انا قصدي ان البطل اللي هو مكتمل البطوله الخارق ده مطلوب في سن معين. سن معينه يعني لازم الطفل يعدي على سوبرمان او سبايدر مان او الحاجات دي فتره معينه من حياته. تقريبا لحد مثلا ثالثه اعدادي محتاج انه يشوف قيم البطوله حقيقيه. بعد كده بقى ببتدي اورين الحياه مش ورديه لهذا الحد. في ناس مش كاملين وبرضه بيقدروا يعملوا اللي هم يعني بيقدروا يحققوا حاجه او كده. انا دايما طول عمري احس ان انا هناك شخص مثلي وفعله قدر ينجح قدر يعدي. بالنسبه لحكايه ان مفيش حد تاني، لا في كوادر طالعه طبعا. مصر ولاده، ما دامت مصر ولاده وفيها الطلق والعاده، لا يعني المؤسسه مطلعه دلوقتي مثلا المؤسسه العربيه الحديثه مطلعه اقلام جديده. دول مثلا لما واحد عنده 25 سنه وتحكم عليه دلوقتي، لا غلط، اصبر عليه هو بينمو وبيتطور. انا شايف اقلام كتيره جدا جايه. مش في نفس الزخم لموضوع كتب الجيب زي زمان. هو اصل انت كان عندك آلة جبارة للكتابة اسمها نبيل فاروق، وابتدى يتعب تعب، فالحقيقة ده كان يقدر يفتح دار نشر لوحده يعني فعلا. يعني دخلت انا برضو بكثافة شديدة جدا، بس طبعا 20 سنة بتلاقي نفسك بقى ايه، مش الانتاج مبقاش زي زمان. الجيل اللي طالع لسه على قده يعني، برضو ايه طاقته في الكتابة مش وبعدين برضو لسه بيكونوا ثقافة وبيقروا كتب وبيتشوفوا افلام، لسه بينضجوا. عملية الماتيوريشن ايه بتاخد وقت. يعني انا برضه اللي انا ضده الحقيقه الكل بيحاول يكتب رعب، مش عاجبني النقطه دي. يعني في مثلا رعب او خمسه، انا مش عاجباني الحكايه دي. يعني مثلا بدور على حد بيكتب خيال علمي، حد بيكتب جاسوسيه، لا مفيش. يعني ما بعد انا ليه استسهال الرعب؟ لا هو جايز عجبهم، جايز عجبهم اللي انا بعمله، جايز انا نجحت اكثر من اللازم احتمال. بس هو الرعب طبعا بيرضي شيء نفسي مهم يعني عند كل الناس، له جاذبيه خاصه. تمام. انا معايا من الامارات احمد الجبيلي، هو مصري مقيم في الامارات وعاوز يقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا استاذ احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. مسا حضرتك ومسا حضراتكم كلكم. انا اولا عايز اشكر الدكتور احمد خالد جدا جدا. انا تعرفت على الدكتور احمد خالد واسمح لي اقول اتعرفت لان انا بقرا له من سنه 96. وما اقدرش اقول لك هو اثر في حياتي قد ايه، لدرجة ان انا يعني اول بدلة حبيت اشتريها اشتريتها كحلي لعلها تجعلني فاتنة من دايرة بعد اسماعيل. الدكتور احمد خالد توفيق هو احنا تربينا معاه، وهو فتح قدامنا مدارك كتير جدا جدا، وكنا دايما بنحاول ان احنا نقرا العلامات اللي كان بيحطها لنا في الكتب. لانه في مرة كان كاتب احدى رواياته ان هو بيحط المعلومات او الاسماء او الاماكن باللغه العربيه والانجليزيه عشان اللي عايز يعمل سيرش. فده كان زي مفتاح لينا، وبيقول لنا ما تكتفيش بس بالمعلومه اللي موجوده في الكتاب، حاول تدور وراها وتعرف ايه اللي وراها. ودكتور احمد خالد من الناس اللي اتكلمت في كل حاجه، واتكلمت في الادب وفي الشعر، ودانا معاه اصول اسكتلندا، ودانا معاه اساطير الصين واساطير الهند. طب يا احمد مش عاوز اقول لحضرتك ان كتاب فلاسفه في حياتي انا قريته ممكن اكثر من 10 مرات. طب يا احمد بعد 20 سنه وانت عايم في ادب دكتور احمد خالد توفيق من 96 ل 2016، مش عاوز تسال الدكتور احمد سؤال دلوقتي؟ مفيش في ذهنك سؤال؟ والله هو انا كنت متتبع لكل كتابات الدكتور احمد. يعني الاول كنت بدأت دايما على بريد القراء وما حصلليش الشرف ان انا يعني لقيت رد على جوابي. وبعدين كان في ويب سايت على النت وكنت دايما برضه بساله فيه. بس انا النهارده عايز اشكره بس على كل المتعه اللي هو اديها لنا وكل المدارك اللي هو فتحها لنا في حياتنا. وكنت عايز اقول انا في كتاب كتب الدكتور احمد اللي هو ارض العظايا. الكتاب ده انا كان نفسي اديه لكل واحد عربي بامانه. الكتاب ده انا خايف يكون هو ده المستقبل اللي منتظرنا في الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. تمام. انا شايف انه وصل لقمه الامتاع في الكتاب ده وقراءه المستقبل. تمام. بنشكرك جدا استاذ احمد. شكرا يا برضو كل واقف عندنا اتصالات جايه من كل حته، من حتى من امريكا، وفي اتصال غريب جدا بيحاول يوصل لنا من حلب تحت القصف، عاوز يكلم حضرتك مش عارف ازاي. فده هنروح لفاصل وهنرجع نستقبل تليفونات حضرتك.
اهلا بكم مره ثانيه، لسه مكملين مع العراب الدكتور احمد خالد توفيق، واتصالات من كل مكان، كل الناس عاوزه تكلمك، وغالبا كلها اتصالات شكر على كل السنين اللي فاتت. انا معايا من اتصالات واشنطن. اتصالات الشيم امتى؟ ما عندناش احنا كلام. طيب معانا من واشنطن احمد الجوهري. محمد الجوهري، مساء الخير يا محمد، او صباح الخير عندكم بقى دلوقتي. محمد معايا؟ ايوه معاك. طب الدكتور موجود معاك، حابب تقول له ايه؟ ازيك يا دكتور احمد، ازي حضرتك؟ انا ازاي صحتك؟ انا مبسوط جدا يا كابتن حضرتك. انا يعني هو المفروض الكلام التقليدي بيتقال في المداخلات دي ان انا من اشد المواجعين جدا بحضرتك، بس انا سبت مصر تقريبا من 4 سنين وكام شهر كده، وكنت حريص ان احد الحاجات المهمه اللي حطها عندي على الكمبيوتر ولو ان ده ممكن يزعل الناشرين، فولدر فيه كل الكتب اللي موجوده اونلاين. كله بي دي اف. انا مش خبير في الادب قوي، لكن انا قارئ لها الروايات والكتب اللي حضرتك كتبتها، وبحكم على 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 جوده الروايه من مدى يعني ارتباطي بقراءتها. فتلاقيني مثلا في الشارع فاتح الموبايل بتاعي او فاتح التابلت وبقرا، سواء كانت مقاله او سواء كان كتاب من كتب حضرتك. فيعني انا بشكر حضرتك جدا على يعني العطاء الطويل اللي انت طول الوقت بتتحسن بيه يعني. شكرا جزيلا. هل عندك اي سؤال للدكتور محمد؟ انت فين في ولايه؟ انا مقيم في العاصمه واشنطن. واشنطن تمام. هل عندك اي سؤال للدكتور؟ لا، انا بس كان السؤال، هل المقالات اللي بتنشر مؤخرا هتتجمع في كتاب ولا هتفضل كده موجوده في حاجات متطرقه؟ لا، هي اصلا الحقيقه كتبت كام مقالات كبير قوي، فانا بعمل بس اختيار يعني، مش لو جمعت كله في كتاب يبقى معنى كده كتاب كل شهر، وبعدين هو ياخد بي دي اف يا دكتور يعني. طيب لا، فانا بعمل اختيار يعني، الحاجات اللي لها طابع ادبي هتبقى كتاب معين. دي القادم ان شاء الله. مثلا المقالات اللي كانت لها طابع سينمائي جمعتها في اللي هو الحافظه الزرقاء. مثلا المقالات لها طابع طبي هتنزل ان شاء الله كتاب برضو قريبا يعني. فهو بجمع سيلكشن معين، مش كل حاجه بتتجمع. طب انا عاوز اسال بقى بشكل شخصي، امتى رفعت اسماعيل هيرجع؟ لا، هو رفعت مش راجع، رفعت مات ده مؤكد. السؤال ده حيقول الناس بس الفكره مات. انت يعني، انا قلت ان ايه، من وقت لاخر هندور في مذكراته نطلع قصه، فده اللي حصل في القصه اللي هي نازله في المعرض ان شاء الله. طب السؤال الثاني، امتى رفعت اسماعيل هيبقى نجم شاشه سينما مثلا او تلفزيون؟ انا نفسي بسال السؤال ده. انا بقالي 15 سنه في المشروع ده الحقيقه. بس يعني هو اقرب التجارب للصواب، للحق، للتحقق، اللي هي تجربه عمرو سلامه مع محمد حفظي. وانا كلمت عمرو سلامه اول امبارح برضو، المشروع ان شاء الله ماشي يعني، ما لم يتوقف يعني، قريب جدا. هو ناوي 2016 يعني، هو ناوي يبدا تصوير 2016. ده اقرب المشاريع للايه، للتحقق. خلاص يا جماعه، دكتور رفعت اسماعيل هيرجع لكم 2016 على شاشه السينما. على الشاشه ان شاء الله. على الشاشه. مين شايفه من بين كل الممثلين ينفع رفعت اسماعيل؟ لا، اصلا مختارين حد، مش هقول، هو سر. هو سر، لكن انا بالنسبه لي انا كنت شايفه طبعا الاستاذ عبد العزيز مخيون. تخيلته تماما، واحنا كنا عملنا حلقه تيست لبرنامج اذاعي اسمه، او مسلسل اذاعي بعد منتصف الليل. كان الاستاذ عبد العزيز مخيوم موجود، هو اللي عمله، وهو سجل، بقيت لاقي قدامي، يا نهار اسود، هو ده رفعت، هو ده اللي انا كاتب. هو ده في المليار. لكن مش هو اللي هيبقى موجود فيلم. لا، مش هو، اختاروا حد تاني، فكروا في حد تاني. طيب، وهو مفاجأة غريبة جدا لو اتعملت يعني. طب ما تقول لنا يا دكتور بقى. خلاص، ما اقدرش، واعد حلف. طيب، احنا معانا اشراق من بورسعيد. مساء الخير يا اشراق. ايه، مساء النور. دكتور احمد خالد معاكي، لو عاوزه تكلميه، عاوز تساليه، اتفضلي. دكتور احمد، انا اساسا مش مصدقه ان انا بكلم حضرتك. انا شرف ليا، انا مش مصدقه ان انا، والله الشرف ليا. انا عندي، انا 19 سنه في ثالثه طب بشري، احب اقول لك ان انت السبب. ربنا يخليك. انت شايفه اداء الاسد على الشاشه ولا؟ لا خلاص ماشي. ليه هو السبب؟ ليه هو السبب؟ انت عشان سفاري ولا عشان ما وراء؟ انا عشان ما وراء الطبيعه، انا اتربيت على ما وراء الطبيعه، انا تقريبا حافظاها بسمعها يعني، مش بالنسبه لي ما كانتش مجرد حاجه بتتقرا، على قد ما حاجه انا اتربيت معاها وعشت معاها يعني. انا والله مش عارفه اقول لك ايه، انت مش متخيل كم الاثر اللي انت مثلا عملته في حياتي. انت ربيت واحده بجد من 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 يعني من زمان جدا. ربنا يخليك يا شو. اشراق. اشراق يا دكتور. ربنا يخليك يا اشراق. طيب، مش عاوز ما عندكيش سؤال للدكتوره اشراق؟ عايز اقول له، انت يعني انت بتحس بايه وانت عارف انك اثرت على جيل كامل ربيته على كتاباتك؟ انت
انت عارف انت عملت ايه؟ انت متخيل؟ لا مش متخيل يا اشرف، وفعلا مش متخيل كده، بس ده سؤال صعب. بس انا هقول لك، لما تهاجم، لما حد يهاجمني بتبقى اقل وطأة من اللي انت بتقوليه ده، لان انت بتقوليه ده بيحسسني بالخطر والمسؤوليه الشديده، بقلق جدا. ليه دكتور؟ يعني من ان انا انحرف في سكه تانية، او ان انا انقل لهم معلومه غلط، او انقل لهم مبدا غلط، او ان انا ما بقاش على حجم التوقعات دي، يعني فانا عايش في تنشن على طول، انا فعلا ضغطي عالي على طول، متوتر على طول، وال35 بعشرات مدينه تيجي بقى 20 سنه، 20 سنه توتر، 20 سنه من التوتر ومحاوله انك ايه لا تخيب امله، واخدك؟ ده طبعا 20 سنه عايش متوتر على طول. هي اشراق اللي قالته دلوقتي ده بيخليني متوتر، جزيره توتر، مسؤوليه رهيبه برضه. لما اسمع كلمه العراب دي بتخوفني، يعني العراب ده بقى خلاص يقود الجيل، وقاعد بقى على الكرسي والناس بتبوس ايده، واخد بالك وكده، طبعا مسؤوليه كبيره قوي عليا. طيب امتى هنقرا في حين لما تهاجم؟ اما تهاجم ماشي يعني عادي، خلاص بقت سهله دلوقتي. ما عندوش توقعات اللي بيهاجمني ده. امتى هنقرا الروايه بتاعت ممر الجرزان؟ ان شاء الله، هي كان المفروض تنزل المعرض، ان شاء الله هتنزل الصيف باذن الله. الحقيقه تباطأت في كتابتها شويه. طب هرجع تاني لرفعت اسماعيل برضه، سؤال كل الناس بتساله لي، قول له ان الدكتور هي ماجي عملت ايه بعد ما رفعت مات؟ اكتئبت، اصابتها جلطه في ساقيها، عاشت مع الذكريات بتاعته، بس سابت لي انا بشويه ورق كده، جايز انشر منه وجايز ما انشرش، يعني مش عارفه هنشره ولا لا. هو الورق اللي هو الذكريات عودت. ايوه بالظبط كده، خلاص ترقبها بقى. ناجي سابت للدكتور شويه ورق، وبقت بتدخن وبقت عصبيه وتحولت لعجوز، يعني هو زي ما تقول الحب كان مديها قناع من الايه؟ من الشباب. امتى بقى السؤال برضو اللي بتسال، امتى الدكتور احمد خالد توفيق يحب القاهره ويجي يزورها ونشوفه ويشوفنا وكده يعني؟ ما انا بشوفك اهو اصلا يعني. بس هي القاهره ما اقدرش عليها الحقيقه، بلد مرهقه وصعب قوي، وبعدين صعب قوي انك تبتدي تحب القاهره بعد الخمسين يعني. يعني حب القاهره حبها من 20 او 30، لكن صعب ان انا احبها متاخر كده. طب نهى من المعادي عندها برضو حاجه عاوز تقولها. دكتور مساء الخير يا نهى. اتفضلي. الو الو، مساء الخير. اي مساء الخير، ازيك يا نهى؟ ازي حضرتك دكتور احمد؟ اتفضلي نهى، نوران. يعني كل الاحترام والتقدير لحضرتك. ربنا يخليك. يعني مش عايزه اقول لحضرتك، عمري ما اتكلمت في التلفزيون، بس لحضرتك دي حاجه تانية خالص. حضرتك يعني مش عارفه اقول لك ايه، بجد بجد معشوق جيل كامل بجد. يعني اتربينا على كتاباتك المبهره المرعبه الكوميديه، لا حاجه بصراحه. يعني احلى رعب كوميدي يعني قريته في حياتي. انا شاكر لك جدا جدا. ما بنشكرك. ومعانا مش عارف اقول لك ايه، معانا الدكتوره غاده من هنا، نجا حمادي تحديدا، زي ما انت شايف واشنطن امارات، وكان في معانا اتصال من حلب بس لسه مش عارفين نتصل، وفي بورسعيد. صعبان عليها الراجل. دكتوره غاده مساء الخير. صعبان عليها بتاع واشنطن ده بصراحه. مساء الخير يا دكتوره. دكتوره غاده. طب واضح ان دكتوره غاده مش معانا. هرجع تاني لحضرتك بمجموعه كده من الاسئله، صح وغلط، بعيد عن السياسه اللي ما بتحبهاش، او ربما يكون في السياسه ما اعرفش. كتاب الجيل الجديد اشطر من اللي قبلهم؟ كتاب الجيل الجديد لا، مش لا لسه. السينما المصريه من غير خيال؟ طبعا. السبكي سبب انهيار السينما؟ لا، انا قلت قبل كده، كتبت مقال عن كده. الجن هو اللي بيحرق منازل الفقراء في القرى والنجوع؟ لا. وصفة النائب حساسين لعلاج الأرداف بالقشطة والنشا والعسل، هو ده العلم؟ هي فعالة؟ لا. النائب على قدر علمي لا. جايز بجايز فرقت. النائب توفيق عكاشة فاهم المصريين أكتر من الباحثين والدارسين؟ نعم 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 جدا. الواقع في مصر غلب الخيال؟ طبعا. عمر سليمان كان عنده حق لما قال بات وين؟ إلى حد كبير صح. احترس من فضلك مصر ترجع الخلف، صح ولا غلط؟ صح. مبارك كان عنده حق لما قال خليهم يتسلوا؟ لا. طيب عندي سؤال أخير. حضرتك لو رجع بيك الزمن بعد 30 سنة دول، باللي أنت شايف كل هذه المحبة من كل الأعمار مختلفة، هتكتب رعب وفانتازيا تاني؟ طبعًا، لأن ده كان سبيلي اللي أنا تميزت بيه. بس هو ده اللي خلى الناس تعرفني. وبرضه انا سعيد جدا انك خاطبت هذا السن بالذات، ما تعالتش على السن ده،
طبعا انا دفعت الثمن من حاجه تانية ان يعني تقريبا ايه كان في تجاهل ادبي ونقدي شديد جدا لحد ما كتبت اول روايه كبيره اللي هي اليوتوبيا سينجا. ابتدى يحس ان في كاتب بدا ده في واحد بيكتب يعني. حتى واحد فاكر كان في ناقد كبير كان كاتب على اليوتوبيا فبيقول ارجح ان احمد خالد توفيق له كتابات ادبيه سابقه انه جرب فن الروايه. ده كان بعد ما كتبت مثلا ايه 300 كتاب مثلا بعد 25 سنه. حسوا لما خدت اطار تاني لما بدات اتعامل مع دور نشر تانيه وما اتغير الشكل بتاع ايه الكتيب الصغير اللي كانوا بيقولوا عليه الحجم بتاع الكتيب الحجم ده والشكل ده. فانا مش ندمان يعني. انا دي كانت صفقه خدت منها حب الشباب دي شايف الحمد لله يعني حمله خدت منها الشهره وحب الشباب وكده. خسرت جزء كبير قوي من ايه من طبعا المدارس النقديه وكده. بس انا برضو مش قادر اندمج في النظام بتاع ايه الميتا السرد والمحكي الاركيولوجي في الميتا السرد وعلاقاته بالارهاصه القرسطيه. مش قادر اندمج في الجو ده. مش عايزه يعني. انا فعلا عايزه تقري عايزه تقري. طيب فطبعا لو مشيت في المسار ده كنت هختار اكتر من كده. اكتر من كده قرايه من ناحيه تتقري اكتر من كده. ما انا لا ما انا بقول لك يعني ان انا لو دخلت السكه الثانيه دي فاهم اللي هي الندوات اللي بيبقى فيها خمسه قاعدين بيتكلموا على الميتا السرد والمحكي الاركيولوجي لا انا مش دخلت سكه اكتر. عايزين نكمل معاك 30 سنه كمان ان شاء الله. بس انا بعتذر لحضراتكم طبعا التليفونات هستيريه جدا كل الناس عاوزه تكلم دكتور احمد بس احنا يعني وقتنا خلاص ازف. بس عندنا حاجه هتحصل لاول مره على انا بس طبعا هشكر كل اللي اتصل اول دول ولادي وسبب شهرتي وانا ودول رئيس المباشر انا فعلا مدين لهم بكل شيء وما لولاهم ما كنتش هنا. بس عايز اشكرهم. احنا مدينين لحضرتك بكل شيء. عايز اوجه الشكر لهم. لاول مره من 30 سنه لم تحدث من قبل دكتور احمد خالد توفيق يقرا لنا قصيده بصوته على شاشه التلفزيون. هي دي خير ختام هنقفل بيها مع حضراتكم النهارده. طب ممكن ادي مقدمه بس صغيره؟ اتفضل. طبعا انا بطلت الشعر من 30 سنه. ما دي وعشان كده انا كاتبها لانهم قالوا لي انت احتمال تقرا قصيده. ما دي انا كتبتها هنا. بس الفكره ان انا كان الشعر بالنسبه لي الناقد كان نغمته عاليه قوي فعشان كده توقفت. حسيت ان انا ايه لا ايه القرف اللي انت بتكتبه ده. وبعدين اكتشفت الوحش القادم من الصعيد اللي اسمه امل دنقل فوقفت. بعد كده قدرت اموت الناقد ده والا ما كنتش كتبت روايات برضه. كنت صحيح. كان الناقد ده هيمنعني هيقول لي في واد نجيب محفوظ وفي بهاء طاهر فاتوقف. لكن انا قدرت اسكته شويه. فعشان كده هقرا القصيده سامحوني دي مكتوبه في وانا يعني تقريبا 30 سنه في ايام الكليه بالظبط يعني. طيب. القصيده دي في قرائي عارفينها اسمها اغنيه المباحث. ده فكرة العاشق اللي بيمشي في الشارع بالليل بيقف تحت نافذة حبيبته المضاء. لو مخبر شافه هيقول ايه؟ ذكر المخبر في صدر التقرير الثاني من أوراق ملفي الأغبر أني أعشق. ذكر المخبر أني أتنهد أحيانا وأكفكف دمعي أحيانا وبأني في الشهر الجاري أتلاشى في جوف الظلمة وأدندن أحلى أشعاري وبأني إذ أرجع ليلا لا تغفو ليلا أنواري. قال المخبر إن المذكور يحيرنا. صاحبة الشرفة لا تعرف أي أنشطة مشبوهة لكننا قمنا باللازم وعرفنا لون وسادتها وبأي عبير تتعطر نرفق طريا صورتها وملفا عنها. قولي لي يا توأم روحي يا من في عينيك صبوحي أنى تتلاقى عينانا وأمامي ورائي مخبر. قال المخبر في صدر التقرير الثالث من أوراق ملفي الأغبر أني أعطيها أوراقا تخفيها عن كل الأعين أوراقا تكسوها أسطر. يبدو منشورا ومنبوءا يتلاعب بنظام الدولة أركان اللعبة تتبلور. ذكر المخبر أني أسهر والسر الهامس في قلبي قد أمسى إعصارا يجار. أوصى المخبر في ذيل التقرير الخامس لن يخدعني ما يحسبه غير عشق إني أبصر شيئا يترصد في الظلمة يتلاعب بنظام الدولة. إن المذكورة يناجيها ولهذا أوصي أن تبقى كوسيلة ضغط فعالة كي نضمن أن يعمل معنا. كتب المخبر تلك الأسطر واختار لها لون الأحمر. وملفك يغفو فاتنتي بجوار ملفي نتناجى من بعد عنايات من بعد عذابات الرحلة قد جمعنا أمن الدولة. قولي لي يا توأم روحي يا من في عينيك صبوحي أنى تتلاقى عينانا وأمامي ورائي وخبر. طب أنا يعني كسبنا شاعر جديد
شاعر جديد قديم، شاعر جديد قديم. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد خالد توفيق على هذا اللقاء الممتع وعلى كل هذه المحبه اللي موجوده في عقول الجيل الكبير، وبشكر حضرتك مره ثانيه انك شرفتنا واختصتنا بهذا الحوار. ربنا يخليك، شكرا، شرفنا. دي كانت حلقتنا النهارده الخميس من اخر النهار، وزي ما حضراتكم شفتوا الناس بتقرا، بس المهم اكتبوا لهم. اصبحوا على خير.